هذا ما تجسده الاحتفالات التي تقام بالتزامن معه، ومن ضمن ذلك احتفال أمانة العاصمة والتي نظمت احتفالا خطابيا وفنيا بهذه المناسبة. هذا اليوم التاريخي العظيم لم يتحقق إلا بجهود أناس عظماء وبدماء غالية جدا وبثمن يعني لا يقدر له ثمن. كلمات الضيوف جددت دعمها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذها على أرض الواقع لتحقيق الأمن والاستقرار والبناء والتنمية الشاملة، منوهة بالنجاحات والأدوار البطولية لمنتسبي القوات المسلحة والأمن في حربهم ضد الإرهاب والدفاع عن الوطن والمواطن، داعية كافة شرائح وفئات المجتمع للوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش ضد الجماعات والتصرفات المسيئة للإسلام وأبناء الشعب اليمني. باتت اليوم أكثر ضرورة لتأكيد أهمية إعادة الاعتبار لصناعها الحقيقيين للشرفاء الوطنيين لكل اليمنيين وللإرادة الشعبية، مهيبين بكافة أطراف الوفاق والمصفوفة الوطنية السياسية العمل التوحدي في ظل غاية واحدة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمضي باتجاه تعزيز توجهات الوفاق ورسم مسارات أكثر إيجابية لبناء يمن ديمقراطي مستقر ناهض ومستهل. الحفل شهد العديد من الفقرات الفنية المتنوعة والرقصات الشعبية الفلكلورية والتي جسدت تاريخ اليمن بما يحويه من فن وثقافة فريدة ومتميزة، وحملت في مضامينها أهمية الاعتزاز بهذه المناسبة باعتبار الوحدة حلما راود القوى السياسية نحو تحقيق هدف الوحدة العربية السامية.